بعمود. عم بهنسي مات؟ مات. لا مات عشية موت جعفر ود عمك. جعفر مات؟ عارف امتى؟ بعد ما عمتك امنة غرقت بيومين. يا امنة غرقت؟ ما هو كان اسبوع اسود ما ارتحناش. من اين لك هذا؟ عم تلعب بالملايين. ناصب على مين ومين؟ فندم لو لفيت الدنيا مش هلاقي زوجة لابن اختي اجمل وارق من الانسة رباب. فوزية فردوس من رمين. أمل من الآنسة أمل ربة الصون والعفاف أمل. عندي صاحبي عنده موتور أوكازيون باهي وصمها مرفق على الأخ. أي قدي؟ مليون. مليون حسبة؟ وعلى قديش بشي قسمها مذن؟ ما فهمتنيش. مليون شيك واحد وهي صمة 11 مليون. معناه نحب 11 شيك 11 مليون؟ جاوبني على القليلة قول لي أي ولا وليدي كان جاي عندي 11 مليون أنا سكرت الريستوران. البنات البارح قعدت مع واحدة صديقتي في قهوة حكيت لي على حكايتها. قلت لي مرة نمسح في التليفون نزلت بالغلطة تلبت نمره تعرفت عليه السيد وعرست بيه ولذلك امسحوا تليفوناتكم ونظافة باهية. بخشبك مع 1000 أمي على الفيسبوك عندك 1000 مواطن تعرفيه؟ الكلهم يقرأوا معاي الكل. 1000 يقرأوا معاك؟ اي نعم. قارية في الشاد لزويتن؟ تربي زينة اندادة والله والله ساحرين يكونوا واكلين هالك بخيوطها. يا امي نحبها. يعطيها واحد ها عنده كونتينر معبية بسلاح تعرف معناها سلاح ضد 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 داكوردو وانتي باش تقاوموا فسر هيك. اشبيه الفن اختي خش اخي بشعرك برا اعمل كيراتين برا امشي اجبده ياسر متعطش يا شبشوبه يا غوله يا كافون ما تجيش تقرا هكا تجي تقرا مطردك راه ايش ايش تعشيت قول لك وين قول ورحمه فؤاد عصام اصبر امي انا ماشي القاه انت وش كو انا ولد صحابي انا وشكون بربي وش تعملوا في القهوه بربي اش تعملوا نعمل في القهوه ما باش نبطوا قهوه ونقعدوا نحكيوا من سؤال مش عاجبك سؤالة عاجبني عاجبني انا مشيت وين ماشي قهوه انت قلت ليش طلبتيه يضرب فيه يضرب يضرب على الزه وخليها عليه عايشين في العصور الوسطى ولا البلاد ما فيهاش قانون انا معاش يساعدني يشخر اه يشخر اخذه وانت شوف وكان نفتن بيك عملت صاحبة ولا تزعبنت ولا حتى شاب قهوة انت ومرأة فرانك ما تدعش من عندي شنو تحكي بالله ذا في فهمتك قل شوية هذا ديوان تطهير ولا هذا ديوان تطهير اي وقتاش يجيب لكم ولدي معناه ولدك الواحد جيبه لنا فيه على التطهير باش نطهره يا اخوي بالله انت شكون قال لك اطلب ديوان تطهير ايش قولك فيها مبروك على ماله يبيع ولا خايب يسيبيه رميل مش يبني فيها كان يبيع لما ليه كان يخايب لما ليه ربي تاني باش نسالك سؤال وجاوبني كون هذه خمره باش تسمع فيها صوتي حبيتني دالي ولا اللي صار كل صار في مخي حبيبي عايزه حضن عشان الجو برد بردانه تلبسي تقيل او تاخدي دواء وتسحق اي حاجه فلوس ولا حاجه تدل التك عليا السيده ذا يسالني زملائي ايه عاشبي زملائنا عاشبي عندك تليفوني لا الحمد لله يا رب وتو كيفاش عايش خليل والله صافا تحسنت الظروف شويه معناها تخدم اي وليت نخدم انا تعملت راس مال صغير وشديت ثنيه التجاره وليت بياع معنا. بيع فيش تبيع نبيع في الزطله انا لعبتك